أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عبد الواحد صاحب محل الخياط القحطاني للخياطة النسائية. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا من البنغلاديشي يجي من قطر 88 يجي من داخل قطر. قطر يجي يعني الحمد لله يجي كماليني واجد زين يجي طيب يجي كلن قطر زين هاي سو يجي تاب تغلي بجي مور كورونا يجي هاي شكل يجي رو يجي دنيا هاي شكل يجي مشي الحمد لله بس كويس فيها الحمد لله. نعم ما كويس فيها دي. انت شو الخدمات اللي عم بتقدمها هون عندك؟ خدمة ملاي شكل شغل خياطة ملاي حبل سوي دقة سوي تطريز سوي مال خياطة سوي سوي فستان سوي شيء مال زلابية سوي هاي وقت مال مدرسة هاي وقت يجي هاي مقابلة سوي تسلية والله سلا كله سوي إن شاء الله. إن شاء الله خير يجي في كله. نعم بس أنت شو اللي بيميزك عن المحلات الثانية؟ منفر زين يخسوي خياطة زين كله زو زين إن شاء الله. قطر بعد زين إن شاء الله قطر ناس زو قطر أحسن مال قطر في مال عربي أنا أحسن قطر أنا أحسن فيه كل بلاد عربيين حاصل مشان في انا في شوب بارسنتيج مال قطريان احسن من حاصل مش قطر انا اي سؤال سوي هيك في الحمد لله قطريان شويه احسن ان شاء الله. انت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ السلام عليكم ابي عدي بقى اهلا اهلا وسهلا اي شكر مال تامي مال انا في جي مال شيخ خليفه وقت جي مال جدا اي وقت جي مال شيخ خليفه اي وقت جي انا بعد جي شيخ مال تامين وزارة في يجي تميم بابا باي يجي مع حماد هاي شكل أنا كله رئيس أنا شوف إن شاء الله كله أهلا أهلا سهلا أنا وقت روجي إن شاء الله بس أمشي الدنيا في رو بعد. نعم أنا في بس هاي رجيك مال أنا قطر هاي وعيس أنا في قطر أنا حب واجد قطر. نعم مش أنا عمري أنا صغير يجي بچه يجي يعني عمري خلاص أنا في هاي قطر يجي يجي أهلا سهلا قطر. نعم أنا كم عمر أنا في أي ثلاثة إسا سو قطر خلاص واحد إسا مال بلا صغير يجي مال هيني. نعم مسلم واحد إسا ستين يمشي مال عمر في. نعم مسلم ممكن يشين سنة يجي واحد يشين سنة يشكل يجي واحد يشين سنة يشكل يجي. نعم شو هي الأقمشة اللي أنت بتستعملها بالخياطة؟ قماش في أي حب نفر في قماش أردني قماش بات يجي مال سورياني يجي مال في أردني يجي إندونيسيا يجي هندي يجي بنغلاديش يجي مال نفر حب حب نفر في كل شيء أحسن مال ياباني مال هيدو. نعم ياباني شيء أحسن في غالي يجي بعد ياباني يجي مال كوريا يجي كل بلاد مال بلاد موجود قماش. نعم كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع خياط القحطاني؟ أنت وين مكانك وطرق التواصل معك؟ هاي مكان مال أنا على الوكرة جديد مال سمسم بولوديا مكان مقابلة فيها هاي وقت هاي بولوديا مكتوب مقابلة فيه هاي سيم مقابلة هاي وكرة جديد هاي هنا دكان خياط القحطاني هاي فيسبوك أنا في اسم هاي أبناء اسم هاي اسم مال عبد الواحد في فيسبوك هاي فيه. نعم شكرا. الحمد لله. أهلاً سهلاً. كل السلام. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أود أن أشكر السيد عبد الواحد على حسن استضافته لنا وعلى أمن اللقاء. الحمد لله. شكرا. أهلاً سهلاً.